ملكي. كيفاش مشروع ملكي يبدا في الصوره ديال السجل الحسن الثاني المدينه القديمه واللي كذا؟ هذه محطه تنظيمية أساسية بالنسبة إلينا في جهة الدار البيضاء، لأن هذا قلب الدار البيضاء أنفا. وفي هذه المحطة الاتحاديين عندما يلتئمون تتجرهم في السياقات الحزبية ويتداولون بشأنها، ومن أجلها لا شك أنهم ناقشوا لا في اللجنة التحضيرية ولا قبل المؤتمر أوضاعهم التنظيمية، ولا شك أنهم تداولوا في السياق التي يجب أن تجعل دينامية تنظيمية جديدة تساعد في التكوين والتأطير وإيجاد جهاز قادر على تحمل مسؤولياته. السياقات كذلك السياقات المحلية، نحن بصدد قلب المغرب اللي هي الدار البيضاء. الدار البيضاء بما تعيشه من مشاكل، ورغم كل الجهود التي كانت لها مركزيا، نتذكر كل الملوك ديالنا الله يرحم محمد الخامس والله يرحم الحسن الثاني، كانت أهم المشاريع وأهم الزيارات وأهم الأوراش الحرص على فتحها. ونتذكر كذلك المجهود الكبير الذي بذله محمد السادس في إطار التوجيهات العامة. أنا هدرت على النقل اللوجستيكي وتحدثت كذلك عن المشروع الملكي اللي كان موروث ولا زال يعيش نفس العراقيل ونفس العوائق. لذلك الاتحاديون واعون بهذه المشاكل ويتداولون بشأنها. اليوم بانت على أن هذه الأغلبيات الانتخابية اللي وصلت إلى حد التوغل حتى كادت أن تضرب مبدأ دستوريا اللي هو التعدد. احنا بلاد رفضات النظام الشمولي، رفضات نظام الحزب الوحيد، وحرصنا على التعددية. ملوكنا ودساتيرنا كلها أكدت على ذلك. نخشى على بلادنا خاصة أمام التحايل والحيل اللي ولت الدار من أجل حتى إضعاف المعارضة في أقليتها. احنا تحدثنا حتى عن الحيل القانونية وكيفاش تطرح، تحدثنا في الكلمة. ولذلك بلادنا من أجل العودة إلى توازن المؤسسات ومن أجل مزيد من اليقظة والحذر حتى لا يقع ما وقع اليوم واللي الجميع يتحدث عنه، باش يوقع في الدار البيضاء هذا المجلس الإقليمي ديال الدار البيضاء، وباش يوقع في جهة الشرق وهي جهة بما لها من دلالات وبما تحمل، حتى يقع كل هذا يستدعي أنه حتى يستدعي مزيدا من الحذر واليقظة، لأنه ما مر علينا كأحزاب وطنية باش نواجه هذا الطابور، وباش يعرف الرأي العام ما كنا نواجهه في الاستحقاقات ديال 21 والتي قبلها، كانت أشياء غير طبيعية. ولذلك احنا حريصين أن نقوم بمبادرة سياسية. هذه المبادرة السياسية توجه اليساريين والديمقراطيين جميعا من أجل التحضير لتخليق حقيقي للانتخابات القادمة.